استقبل وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية البطولة الصيفية لقفز الموانع بتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. يأتي ذلك في ضوء تطوير الوزارة للوادي وتجهيزه وفقا للمقاييس الدولية في رياضة الفروسية ولاستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية في هذه الرياضة. وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده، يواصل استقبال المنافسات المحلية والدولية في رياضة الفروسية. ملاعب الوادي وعلى مدار 3 أيام شهدت تباري الفرسان في منافسات البطولة الصيفية للفروسية، والتي أقيمت بملاعب الوادي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. بصراحة المكان مكان ممتاز، مكان وصل للعالمية بأرضه، بالبوكسات بتاعته اللي هي بيقعد فيها الخيل، بالشدود، بالتنظيم، بالإدارة، إدارة الشرطة إدارة رائعة طبعا في إدارتها للمكان. يعني بصراحة احنا بنبقى مبسوطين وفخورين ان احنا في المكان دوت، وعندنا في مصر مكان زي المكان. يعني كل حاجة فيه نظيفة وبوكسات كويسة وكبيرة، مكان لائق جدا بمصر وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فمكان يعني زي ما بقول لك يتعمل فيه بطولات عالمية. الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية الى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تباروا في رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون. أنا جربت جيت بطولات في كذا نادي، بس ده الصراحة أكبر نادي شفته لغاية دلوقتي، واسع والأراضي حتى الماتيريال بتاعت الأرض مختلفة. أول مرة أشوف حاجة زي كده الصراحة. أنا مستريح والحصانة مستريحة. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، وأماكن لانتظار السيارات، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن، لأن إحنا بجد المكان ده بنرتاح فيه. كمان وجود فندق في المكان ده بيسهل علينا كتير قوي الترانسبورتيشن، أو إن إحنا نرجع متأخر بيوتنا وما نلحقش نرتاح وننام ونصحى تاني يوم فايقين البطولة. فبجد مكان زي كده فيه إقامة كاملة ده ممتاز جدا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. أرض الفايبر حلوة ومريحة وواسعة للخيل، والخيل مش بتح وتقدر تجري بيها سريع وكويس. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب لتوفير أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. كل حاجة معمول لها التصميم السليم جدا. لما تشوف حتى قاعة التحكيم فوق شكلها إيه، الزوايا بتاعتها كويسة، كل حاجة معمولة بس يعني كل حاجة اتقعت كويسة فنيا وإداريا وكل حاجة. فدي حاجة عظيمة جدا، يعني احنا بنفخر إن مصر فيها حاجة على هذا المستوى. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Здесь много удобных и больших арен для разминки и для самого конкура. Здесь я в первый раз, и мне, в принципе, все понравилось. وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب. والله احنا تاني مرة نيجي المكان ده، ومكان تحفة ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات، وأراضي جميلة جدا، السدود حلوة جدا، وفي إمكانيات الفروسية حلوة قوي. أماكن هنا كويسة ومساحات كبيرة، فالحصان بياخد راحته. ختام فعاليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة، حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاما ناجحا للبطولة لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. شفت حاجات كتير حلوة بصراحة، المكان سبيشس، الفيو بتاعه على البحيرة مكان خيالي، ممكن الناس تيجي فيه كمان تتبسط، مش تيجي يعني تيجي بتفرج على الفروسية ومبسوط بالمكان في نفس الوقت. مكان وادي الفروسية مكان عظيم جدا، ونحب نشكر وزارة الداخلية على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مرة.
تطوير وادي الفروسية جاء وفقا لمعايير دولية في رياضة الفروسية إسهاما من وزارة الداخلية في الارتقاء بتلك الرياضة في مصر، ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات. منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية وسط إشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة، وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.